غادي نمشيو باش نديرو سحب القرعه بالشكل اللي هو مباشر. هانتوما كتسمعوا تبارك الله الاوراق كثارين كثار والمشاركات ديالكم كثيره جدا، فكنشكركم على الوفاء. وغادي نختار رقم، ها هو الرقم، وغادي نشوفوا شكون صاحبه هذا الرقم وغادي نتصلوا بها بشكل مباشر. وباش تربحي يا لالا الهديه، ما عليك غير تجاوبيني على سؤال اللي عنده علاقه بمضمون برنامج حديث ونغزل. طيب عبد الرحيم حبيش المخرج ديالنا كيربط الاتصال. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام. صباح الخير. صباح النور. وصباح الرباح. شكرا. واش عرفتي شكون اللي معاك؟ تتسناي شي واحد يعيط لك هذا الصباح؟ راديو اصوات. اه برافو عليك. شنو سميتك بعدا وشنو ومن اين مدينه؟ من الدروه، قريبه من واسط. من الدروه. شنو الاسم ديالك لاله؟ سمحوا لي شويه متوتره. دابا شوفي غير بشويه عليك وخذي راحتك، عطيني بعدا السميه باش نعرف مع من كنهضر. نزهه افروكاس. اهلا بك نزهه. انت دابا في الدار؟ ايه في الدار. فين واقفه؟ في الكوزينه، في الصالون، في الكولوار، فين؟ فين راك في الدار؟ كنت في الكوزينه ودخلت دابا البيت. ها اذا عندك فين تجلسي؟ ايه يلا جلسي وارتاحي باش هاد المكالمة إلا طلعت ولا هبطات الطونسيون تقاد غير الفرحة الفرحة. اش خبار كانت زهرة؟ لاباس عليك؟ الحمد لله. كاين شي غدا؟ موجود. مرحبا. كي نجيو راه الدرواه حنا دغيا نوصلوا لك. قراب. شكون اللي معاك في الدار نزهة؟ مرحبا بالدكتورة سناء. ربي يخليك، حنا جايين اختي نتغداو. مرحبا بكم. مرحبا. شكون اللي معاك في الدار نزهة؟ معايا غير ولد بنتي وبنتي. او لا لا الله يحفظهم ليك. دابا قولي لي نزهة، انت دابا شاركتي معنا في مسابقات حديث ومغزل. اييه. هذا الاسبوع تبعتي البرنامج كل نهار؟ ما نكذبش عليك نقول لك كل نهار. كانت ولدت لي واحد مرت ولدي. اييه. ولالا مباركم سعود. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. مباركم سعود والله يتربى في عزكم ان شاء الله. وليد ولا بنيته؟ وليد. وليده ضروري خصنا الزروره، خصكي تربحي باش دي فلوس الزروره ان شاء الله. حنا جايين قاديه فيها الرفيسه. قاديه فيها الرفيسه ان شاء الله. مرحبا بكم. ولالا الصحه والراحه. دابا انت سمعتي بعد هذا الاسبوع؟ المهم نقول لك البارح تنط النهار كله تقريبا. البارح. البارح. أيه. واليوم. اييه. تسولها على شي سؤال، شي حاجه سهله، شي حاجه قريبه. يلا انا غنسولك غير على اليوم. ياك سمعتي البرنامج من الصباح منين بدينا مع العشرة؟ تصنصي. كانت معنا اليوم واحد الحادقه غزاله سميتها وفاء قديم، عطاتنا واحد الشهيوات رائعه، عطاتنا خمسه. انا عطاني غير شهيوه وحده من دوك الاطباق اللي قدمت لنا اليوم. ما كاينش ما سهل من هكذاك دكتوره سناء. يلا. عطاتنا بريوات بالدجاج. ايوا لالا. اي واش نعاود؟ زيدي زيدي انا طمعت دابا. عطاتنا واحد البيشاميل. أيه. اول مره غادي نسمعها واحد صلصه بيشاميل زيت العود. اييه ياك بعدا عجباتك؟ عجبتني. هو شوفي لالا انت عجبتينا وتبارك الله عليك. وبغيت نقول لك انزهه مباركم سعود 40000 ريال. لالا بالصحة والراحة. شوف دابا هادي راديو أصوات كتزرر. دابا يلا غنقول لك الوليدات كيجيو برزقهم. شتي نزهة؟ نزهة؟ أه نعم. هادشي ياك قلتي لي وليد؟ وليد جاب رزقه. أييه. جاب رزقه لجداه. أييه. سميته ولا مازال؟ سميناه يانيس. يانيس ولالا الله يحفظه. أنا اللي سميته. إيوا دابا أنت اللي سميتي، أنت اللي غتذبحي ان شاء الله. يلا دابا 40000 ريال باش تشري حولي. ان شاء الله. لالا بالصحه والراحه وهنيئا. حيدات الخلعه الطونسيون تقاد كلشي مزيان شويه. ودابا شوف علاه من تبغي تسلمي نزهه؟
لا ديك بنياتي بجوجات ومرت ولدي والوالده ديالي. اييه كلشي سياره عزيز على هذا الشيء ديال الطبخ، واخا مرا كبيره في السن عندها 80 تقريبا عام، ولكن عزيز على هذا الشيء ديال الطبخ، انا باقاني كنستفد منها. ايوا شتي الله يطول في عمرها. ايوا كلشي وخواتاتي وعليكم نتوما وعيد ميلاد سعيد ديال اصوات. ولا لا شوف شكرا لك، وغادي تمشي لينا عند يانيس وغادي تسلمي عليه وديري ليه واحد التعنيقه غير من بعيد، ما نبوسوش بزاف الوليدات اللي يلاه تزيدوا، وغتسلمي على مرات ولدك وغتقول لها شوف انت ولدك قدام الرباح صافي. هذاك الشيء اللي كاين. بارك الله فيك. ولا لا تبارك الله عليك. شي تزغريت نزهه؟ شي تزغريت؟ غير البركه غير البركه. هادشي كامل وما كتعرفيش هادي راه بنتي. انا لا بالصحة والراحة هنيئا. شوف غير علمينا انا والدكتورة سناء العناني راه حنا كنقلبوا على شي قصرية درفيسة هاد الايامات. فين تعرضوا؟ الله يرحمكم على راسي وعيني بلا ولادة بلا الصحة. مرحبا بك. انا الله يكبر بك. دكتورة سناء وحتى انت عزيزة علينا. شكرا لك. سناء فهي عزيزة علينا. الله يكبر بك. وكل شيء ديال راديو اصوات، كل شيء ذاك سميتو الطاقم ديال راديو اصوات عزيز علينا. شكرا عماد وكل شيء. وكنشكركم واذاعه زعما ما نقولش لك ما نعاودش لك، راه السنين هذه وانا تنصنت لهذ الاذاعه ديال اصوات. ايوا لاله تبارك الله عليك. الراديو كنبقى الكوزينه كنمشي من قنت لقنت، الا ما شدش ليا هنا نمشي لهنا، ما شدش هنا نمشي لهنا. انت غير تابعه الموجه فين غاده. تبارك الله عليك انزهه. هنيئا لك 40000 ريال. مبروك عليكم الزياده. وحتى انتم شاركوا معنا، كتبي لاله حذيت ومغزل مع لمياء وغتبعتيها في رساله على الواتساب 06 08 24 44 44. بغيت نبشركم السيمانه الجايه العمره ان شاء الله، ياك لا يحرم شي واحد من ذاك المقام. ضعفوا الحظوظ ديالكم، شاركوا معنا، وكنتمنى حد موفق للجميع.